في رحلة منظمة وغير اعتيادية تأخذكم وكالة زمزم السياحية إلى الجنوب الشرقي من القارة الآسيوية، وتحديداً إلى ماليزيا. خلال الرحلة سوف تنتقلون بين المناظر الآسرة، وسوف تنجذبون إلى الطبيعة الساحرة من العاصمة كوالالمبور إلى جزيرة بينونغ العذراء إلى لانكاوي المبهرة. مفاجآت ولحظات مؤثرة لن تمحى أبد الدهر من الذاكرة. لا تفوتوا فرصة اللحاق بالركب وكونوا في قافلة المسافرين إلى جنة آسيا مع زمزم الرائدة في السياحة والأسفار. زوروا أيضاً إسطنبول، مدينة الألف مئذنة وعاصمة الخلافة الإسلامية التي يشدك فيها الحنين إلى زمن القوة والرخاء. زوروا مراكش بلد الأصالة والمعاصرة، والأردن بلد المعجزات وأرض الرسالات. زمزم سياحية، رحلات إلى جميع الوجهات.